غني غني وخذ عيني غني لي شوية شوية غني لي وخذ عيني غني لي شوية شوية غني لي وخذ عيني غني لي شوية شوية غني ضربا وسط الشعر واستبدى الكرسي هيبة
مما استعانك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اشفي مرضى أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من أحسن أمة سيدنا محمد، واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. اللهم كما جمعت أجسامنا على الصفا فاجمعنا في الجنة بالمصطفى، اللهم كما جمعت أجسامنا على الصفا فاجمعنا في الجنة بالمصطفى، اللهم كما جمعت أجسامنا على الصفا فاجمعنا في الجنة بالمصطفى. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم يا رب تقبل منا، يا رب تقبل منا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة قراننا، وتقبل اعتكافنا، وتقبل صلواتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعنا بك فلا تطردنا، واختم بالصالحات اعمالنا يا ارحم الراحمين. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار، اللهم بحق اسمائك الحسنى يا رب، بحق اسمائك الحسنى يا رب، بحق اسمائك الحسنى ان تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالديهم الحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل حاجاتنا، حاجات الدنيوية بالميسرة وحاجات الأخروية بالمغفرة يا أرحم الراحمين. تكرم علينا يا الله، تكرم علينا وعلى الحاضرين في الدنيا برؤية نبي محمد وزيارة نبي محمد، وفي الآخرة بشفاعة نبي محمد. اللهم يا رب، اللهم طول أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد، واختم أمورنا بحسن الخاتمة، واختم أمورنا بحسن الخاتمة. اللهم كما جمعت أجسامنا يا رب في هذا المكان فاجمعنا مع السيد ولد عدنان في جنتك يا رب العالمين. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد.